مرحبا بكم، مرحبا بحبابنا حباب سميرة تي في وحورية. حلقتنا اليوم إن شاء الله راح يكون فيها نوع من أنواع الكيكات بنوع من أنواع الخضار، الكوسة. الكوسة اللي هي معروفة في العاصمة ووسط الجزائري بالقرعة، والغرب الجزائري يقولها الكابوية الخضراء. إذن الكيكة أو اسم الوصفة كيكة لذيذة بالكوسة والليمون. وباش نعرف باقي التفاصيل والمقادير يلا بينا على المطبخ وراح تعرفوها بأدق التفاصيل. بسم الله. إذن وصفتنا اليوم راح يكون فيها مثل ما خبرتكم نوع من أنواع الخضار اللي هو الكوسة، لا كورجيت أو بيان القرعة ولا الكابوية كما نقول في الغرب الجزائري، الكابوية الخضراء لأنه فيه النوع الثاني البوتيرون ولا السيتروي اللي هي الكابوية الحمراء. كيكة من أروع ما يكون، بسيطة وأكيد لذيذة جدا جدا، لهذا السبب سميتها كيكة لذيذة بالكوسة والليمون. راح نبدأ بتقديم المقادير. عندنا 260 غرام فرينة، 2 ملعقة صغيرة ولا 2 كويغا كافي، 2 مغارف صغار خميرة الحلويات، بيكنج باودر ولا لا لوفور شيميك، فيادة فرفارة كل واحد كيسميها، ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، فانيليا لافاني. راح يكون فيها كمية من العصير 50 مليلتر، وقشر أو بشر لوزيست المفروض 2 حبة ليمون أو حبة كبيرة، وعندنا 5 حبات بيض ما يعادل 250 ل 260 غرام لا غير، لأنه دائما نكرر أنه البيض يعتبر سائل، إذا كانت الحبة صغيرة أو الحبة كبيرة تعمل خلل شيئا ما في الوصفة. لهذا السبب في كل هذا البرنامج راح تلاقوا أنه حتى البيض موزون، كان في الحلويات أو المخبوزات، لا باتيسري أو لا بولانجري لا فينوزري. عندنا 140 غرام سكر، راح نخفقها مع 120 غرام مارغرين، اون فا كريمي، راح نخفقهم لنحصل على قوام كريمي. بعدها نضيف باقي المكونات وراح تشوفوا معايا الوصفه. بسم الله. 120 غرام مارغرين، طبعا تكون بدرجة حرارة الغرفة، ناقصنا 10 غرامات. سي بون. راح نخفقها جيدا مع كمية السكر اللي كنت ذكرت المقدار تاعها في بداية الحلقة لنحصل على قوام كريمي. اي دايور سي لو تيرم دو لو تيرم كريمي لو ميلونج ولا لاباري كريمي، يعني لنوصل للقوام الكريمي. في هذاك الوقت نضيف البيض، 5 حبات بيض اللي هما قلت لكم ما بين 250 ل 260 غرام حبه ورا الثانيه مع مواصله الخفق، وبعدين نكمل الوصفه. ولهذا السبب ما عندكمش خيار غير تتبعونا. بسم الله. السكر وحتى اللافاني اذا عندكم الطازجه، طبعا هذا ما اكيد شيء رائع، ولا السائله، حتى السائله كثير مليحه، لازم تكون ذات نوعيه. بسم الله. في الوقت اللي نكون نخفق في الزبده مع السكر والفانيليا راح نوزن ال 260 غرام فارينه ولا طحين لا فارين، اوكي، ونحاول بعدين نخلط المكونات الجافه مع بعض اللي هما الفرينه 260 غرام، ملعقتين صغار خميره الحلويات لا لوفور شيميك، ربع ملعقه صغيره بيكربونات الصوديوم، وطبعا رشه الملح.
لما تستعملوا هالنوع من الخلاط ولا الماكينه، مره على مره توقفوا وتروحوا تنزلوا المكونات او المواد اللي تكونوا عاملينها حاطينها فيه باش تتخلط كلها بتساوي، ونرجع نخفق. دائما هذا الخطوه يعني ممكن حتى، وراح تلاقوها في الوصفة حبتين، حطوا حبتين وشوفوا الطريقة. نبرش ما نطولش لا نوصل الجهة البيضاء. ساسون بون، عمري ما نشبع من ريحة الليمون. لو سيترون جادور لو سيترون. كون تكون عندي فيرما نزرعها غير غير ليم. ولا أرض يعني. ليمون زيتون. إذا نضيف حبة البيض ونواصل الخفق، وهكذا راح نضيف من غير ما نحكي كل مره لنخلص كل كميه البيض. عصير الليمون، راح نضيف عصير الليمون ونضيف الكوسة أو الكابوية الخضراء مبروشة، راكم شايفينها قطع كبيرة، يعني لما تجوا تفرموها في الجهة اللي تكون غليظة خشينة ولا الكبيرة يعني. بسم الله. الكوسة ولا الكابوية القرعة هكا باش نردي كل الناس، ما قالش راهي تحكي غير بالهضرة تاع معسكر ولا تاع المشرق، ولا راه عندنا كوكتيل. نخلط تقريبا دقيقة ولا، وبعدين نضيف المكونات الجافة وراح نوريكم نفهمكم على هذه الخطوة. بسم الله. في هذه المرحله هنا راح نغير القطعه هذه، راح نحط هذه لاباليت لاني حابه نخفق بعد ما نضيف المكونات الجافه. اذا ما كانت عندك الماكينه طبعا بالخفاقه اليد الكهربائيه، تخفي من السرعه تاعها وتحاولي تضيفيهم او بالانسباتول يعني الماغيز ولا بالملعقه يعني كوير. راح نضيفهم مره واحده ونخفق.
ريحه رائعه 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 طالعه منها. ومزيج او خليط ليمون الليم لو جو دو سيترون لو زيست دو سيترون عصير الليمون وبرش الليمون مع الكوسه مع الكابويه الخضراء القرعه رائع. يعني حتى لما تضيفوا بها ناس او لاهلكم شي اذا ما خبرتوهمش ما رايحينش يعرفوا. وحتى لما تطلع هذه القطع تعطيها لون جميل وما يفكروش يقول لك هذا يعني قشر الليمون ولا حاجه ثانيه غير الكوسه غير الكابويه الخضراء. وطبعا انا مسخنه الفرن 175 ل 180 درجه سلسيوس درجه مئويه. راح نحطها بالفرن ونخبزها او نطيبها ما بين 30 ل 35 حسب الفرن اللي عندكم تراقبوه. اجمالا الكيكات هذه تاخذ وقت فحسب النوع الصينيه الحجم تاعها ونوع الفرن. راح نحطها في الفرن وطبعا نقدمها لكم بعدين في صحن التقديم بلمسة او اقتراح يزيد من جمالها. كيكة لذيذة بالكوسة والليمون من أروع ما يكون. جربوها أكيد أكيد راح تحبوها. يلا بون أبيتي.